تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن ضبط 13 طن لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الأدمي وده خلال أسبوع في 14 محافظة. دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قال إن المخالفات دي تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة اللي قامت بيها إدارات التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات ومباحث التموين طبعا وشدد وزير الزراعة أن الحملات بتستهدف تنفيذ القوانين والقرارات المنظم المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وتأكد من وصولها للمستهلك بصورة آمنة وصحية